ده انا always so happy to talk to you اكيد بس اول مره بيسكوب with رايا وكثير مبسوطه انك معنا خاصه انه هالحلقه هي عن ال women empowerment واليوم كنا سوا بالبانل بتاع ال UNHCR وتكلمنا عن اهميه استعمال النفوذ اللي عندك اياه كشخص مشهور لتسليط الضوء على القصص المهمه وهذا women empowerment بالنسبه لي فاول شيء خبرينا كيف كان البانل كيف حسيتي انه كان النقاش والحوار اللي اليوم أنا قلته ودائماً بحب وصله للناس إنه نحن كلنا كبشر عنا كم كبير من الهموم والمشاكل والمسؤوليات اليومية ومع المشاكل اللي عم بتزيد بالعالم الواحد عم بيصير بيفكر بهمومه الشخصية أكثر وأكثر وقت اليوم كنا عم نحكي على موضوع مثل موضوع اللاجئين مثل ما كنا عم نحكي اليوم بالبانل اللي كنت حابة ركز عليه إنه المسؤولية صارت على الجميع على القادر جدا ماديا حتى على اللي وسط حالته المادية أنت عندك مسؤولية بإنك تهتمي بإنك تنشري وعي مسؤولية بإنك تدعمي سواء ماديا معنويا للأسف وضع اللاجئين عم يزداد سوءا سنوات اللجوء عم بتطول بدل ما عم تقصر سواء اللاجئين اللي وضعوا اللي قاعدين بالخيم اللي هن وضعهم الأسوأ أو اللي متواجدين بيناتنا بالمناطق السكنية المدنية وإلى آخره بيحتاجوا لدعم كثير كبير المسؤولية الشخصية يعني صح. من العائلة للدولة أنا بالنسبة لي هالشيء كان كثير صحيح أنا وياك كان لنا كمان حوار خلال الحجر الصحي عبر إنستغرام كمان عن شؤون اللاجئين خاصة بالكوفيد وحكينا اليوم عن دور السوشيال ميديا وأنت يعني من أنشط النجمات بالوطن العربي إنه تسلط الضوء عبر السوشيال ميديا وتستعملي هالثمان ملايين وأكثر فولورز اللي عندك هون لكل يوم يعني تذكريهم بأهمية الشؤون اللي بتدعميها خبرينا شوي عنها نحن اليوم سوشيال ميديا شئنا مقابينا It's a power السوشيال ميديا تبعتي بقدر من خلالها أو بس كون عم أقدم شكل واحد من أشكال الترفيه أو إلى آخره أو بقدر وصل رسائل مهمة جدا ممكن ناس تسمع وتتعاطف وما تشارك بس ممكن يكون في كثير من 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 صناع الخير وصناع الأمل والناس اللي بتحب تساعد تشوف هالمسجات وتشجعيها تعطيها موتيفيشن ومحفز إنها تروح وتساعد وتشارك أنت عندك فضولية عن هالأفلام بالذات يعني عن أفلام مثل كفر نحوم مثلاً مثل كل الأفلام كمان عن الأطفال وعن الرفيجيز اللي شفناها بهوليوود وبالوطن العربي أنا بشكل عام من عشاق السينما وقت بيكون الفيلم حامل كمان مسج إنسانية غصب عنك بيسرقك بيخطفك صح. يعني سواء كفر نحوم للرائع نديل لبكي ولا أفلام كتير تانية شفناها دوكيومنتريز أو فيكشن كتير بحب شوفها وبتواصل معها بس هذا ما بيمنع أنه كمان أنا مؤمنة كمان الهدف الفن المتعة والترفيه الناس عندها كمان كم هموم ومشاكل لازم السينما تورجيها جمال وموسيقى وألوان وفن وبنفس الوقت نقول مسجات مهمة السؤال الأخير أكيد عن الجونة هالسنة ووجودك بلجنة التحكيم أنا I would love to be one day be jury لأنه بتعطيك الفرصة أنه تقعد بالسينما وتستمتع بأفلام رح أقول لك أنا عملتها كثير وكنت محظوظة أني كنت بلجان تحكيم بأكثر من مهرجان دولي لحقلك شو بيرجعني الناس بتفتكر انه نحن وقت بنكون جادج بنكون عم نتفرج على الفيلم من فوق تو جادج ذا فيلم انا بالنسبه لي بينج جوري بيرجعني لوقت ما كنت طالبه بالمعهد العالي للفنون المسرحيه بسوريا وقت كنا طلاب كان عندنا شغف رهيب كان وقت يكون مهرجان دمشق السينمائي هي احلى ايام اكيد كنتي بتوقع جيتي على مهرجان دمشق او حضرتي لا نيفر من اجمل المهرجانات كان كنا نحضر نحن وطلاب كنا نحضر باليوم 6 أو 7 افلام ريا من اول من الساعه 10 الصبح ولحد الساعه 12 بالليل يا دوب ناكل ساندويتش بين الافلام ونركض ونكتب ونشوف ونفصفص بينج جوري بالنسبه لي لازم تشوفي كل الديتيلز لازم تكوني فايقه ومركزه وعم تشوفي كل الديتيلز بتركزي بالقصه والتمثيل والسينماتوجرافي كل التفاصيل متعتي وقت بكون جوري اني برجع كاني طالبه وعندي ديفوار واحس انه عم يغنيني اني اقعد مع الجوري وكله فور ذا لاف اوف سينما انا هيدا حياتنا صح وجونا بما انه انت قلتي الجونا هي رابع سنه جونا فيستيفال مختلف بقول لهم على طول مثل ما الجونا هي عندها طابعين ريا عندها طابع مصري اصيل وعندها طابع انترناشونال